بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. الله سم اندتلمدو بسم الله الرحمن الرحيم بلو بخطبة افتتاح الله سبحانه وتعالى لا قرأني النبلو اندتلمدو الله أنا نسكنه بسم الله الرحمن الرحيم بلو جمعوا اللي زبوها لانجديه جملة جملة المنفسر اللت يلا يلا للك. أولا لابد نتأدب بآداب طالب العلم في مجالس العلم والعلماء. نعم. يمجمر سرعات لنزي قبال بعلم وشنا بتماري سرعات لنزي قبال نعلم. يعني ممنوع استخدام الجوال، لا أحد يستخدم الجوال تليفون. ماني يوم سو سام فقر اللات مقرات هاي الجبان بموبايل المقدات هاي الجبان. الثاني تترك الكتابة، تترك الاشتغال بأي شيء. الآن بعد الدرس نعطيكم 5 دقائق تراجعوا فيها إن شاء الله المعلومات. مزعف من مالت عندما استوى شمازم أسفل لا جاد اللم كاسفل لا جبا متفو بساعات وستأتشو هلن وقت إذا نجد يستفال لاجه. نعم. كيف كانت مجالس السلف؟ يا سلفوش من قد انديت اندهونا يا سلفوش اكمامة مجلسات شو انديت اندهونا جبريل عليه السلام قدمتك عندما جاء الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جبريل وده نبياتنا عليه الصلاة والسلام يمتع قذيه ماذا صنع؟ من دلنا يسرعوا جلس جلسة المتأدب المتعلم يا تمارين كشيخ يا نمارن أكمامة تكمتها أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه لنبيات النقر ستبول أدامتها على قارت أتو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ودنبيات كربالة صلى الله عليه وسلم سؤال واحد ثم أخذ ينصت حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم عندي طياجة بالشاطئ زابوها لندقنا نبياتي مستمع وقدرس أتبلو أدامة جبريل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم فزابوها لك أربا لا لسما زندا استقر لك هو في الحقيقة متعلم لكن ده تماري هو قرب بالحقيقة لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم نبيات جنية ترقوم الصبح حقيقة أستمارين ويتمارين أستمارين سرعتي أستمارين بلون يتنقروا لماذا؟ لمن دين؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر العلم أثر التعلم جبريل أنت أصلي يا من مامر سرعاته فصلي سلامتك الجن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا جن وكمن دازيهو ودى نبيات بمطقذي من دنو يتبابلت فلما حضروه قالوا أنصتوا يمطقذي من دنو يتبابلت أتبابلوا أتنتاتوا تبابلوا حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نبيات تناقروا استميت الرسول درس ثم بعد هذا رجعوا إلى أقوامهم يعلموهم ويرشدوهم قسموا بهلا ودا وغنوا تشاو تملسوا يصمتن أستمروا ودا ربية سباتشو بطن تمرتو موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى كذلك أراد أن يتعلم من الخضر تا خضر لما فلقه فقال له لا خضر بلوالو ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ودفيت تاقين ينال له
የተረጋጋሁና ጥሩ ትምህርት ፈላጊ ሆኘ ያንተንም ነገር አንድ ምን ባልነቅፍ ሆኘ ታገኘኛለህ ብሎ ለኸድር ቃል ገባለት። يعني يقول له انا اعرف آداب طالب العلم اني اقالو علو يا تمرت تقباين سرعات اقالو بلو نا يالو ساصبر اتاغسالو ساصبر على ماذا يصبر على ماذا بمنو متاغسو اتاغسالو بلو يالو قد تكون هناك شده من المعلم من المدرس عليك عندي كاستماري انكر على قالات لسات يشلا نعم فلا بد ان تصبر يانغيم اندي تتاغس ثم قال ولا اعصي لك امر الطاعه في المعروف موسى من على ان يملك فهم باتك علي تطب يا دم تحدثوا له اذا طالب العلم لابد ان يعرف الحقوق التي عليه تمت فلاجي بس لي يلبتن ما جديتها ما وقع لبت لابد ان يؤدي طالب العلم حقوق سته نظام سدستناتشو سدست بس لي يلبت جديتها واش تكتاتلو لياوق يغبال الحق الاول يا ما جمريو مع نفسي كراسو غاري الله والثاني ولاتنياو مع زميلي تغوادنياو غاري الله والثالث مع كتابي سوستنيا تامسطو كتاب غاري الله والرابع مع المكان الذي يدرس فيه اراتنيا كنيماربط بوتا لي يالون حق والخامس مع شيخي امستنيا كاستماريو شاخو غارا والسادس مع العلم سدستنيا كوانو كدرسو كتمرتو غارا الاول مع نفسه يمجمرو لمالس كنفس غار يالنو لابد ان يخلص لله سبحان الله نفس الله سبحانه وتعالى مخلص لله هو لكمت الجبال لا يبتغي بطلب العلم لا رياء ولا سمعه ولا مدح احد بني مارو تمرت ياولني ياسمولني ليحسبته يجبا مخلص هنا لله ملكمت الجبال ولهذا اول ما يبدا به الطالب هو علم التوحيد ولا بد لازم ما تبلو مجمر يعني ستاو يمجباو تماري يا توحيد علمنا الله عند بوتنيت يميامل كبات توحيدنا الثاني المتابعه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام ولاتنيا نبياتنا عليه الصلاه والسلام من عينت كتتل ارغو اند كتاتل مت كتاتل اندالبت متابعه هل طلب العلم عاده او عباده ايه يا طالب العلم سرعات يمجمر يالبت حق نعم عاده او عباده طلب العلم لا لا احد يتكلم نحن في مجلس علم لسنا في سوق الخضار قل لهم نيا يا تمرت بيتنا اني علنوا اجد عم علنوا من نغاغر كلكل الان نقول هذا لا يتكلم الا باستئذان ما انم سو مناغر يفلغا مناغر كالبت اسفقد وانجي ساسفقد دمت ماوطات هيجب ما ورا سوال نعم عباده يقول نعم اذا طلب العلم عباده يفسر لا 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 انت ترجم علم ما فلك را برهاسو عباده نو عملكوتنا اترك الدفاتر الان اترك بعد الدرس اجلس خل لا احد يشتغل بالشيء نعم الان اذا العلم عباده علم ما مر براسو عملكوتنا والعباده لا تقبل الا باخلاص ومتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم عباده دمو هلت نغروچ ما مالات አለበት عندنا إخلاص ولتنا نبي مكة عليه الصلاة والسلام بعض الطلاب هدانا الله إياه فقط يقول هذا بلسانه لكن لا يطبق عمليا هذا الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصنا متابعة يمبالون بقالات يبالال كفيل تماري
كتالات وج ودا تكبار آوردوم عندنا كتب نصح بها العلماء لابد أن يبدأ بها الطالب مصحف وتشالو من مكربت تماري وج بالنزيا مجمر قروتي للويوان الأصول الثلاثة مجمر يا أصول الثلاثة كتاب التوحيد ولتنيا كتاب التوحيد بلوغ المرام ولتنيا بلوغ المرام عقيدة واسطية عقيدة واسطية لتنيا هذه أهم الكتب عندنا بل أهم كتابين يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وبلوغ المرام عندهم ابن باز كتاب التوحيد لنا بلوغ المرام وأن كتاب وشناته بلوغ الشيخ الباز رحمه الله عليه بعض الناس هو لم ينظر حتى في هذه الكتب وقال أنا أريد أسير على طريقة علماء السلف كفيلوا علموتش إلى اللو بأسرفوش من قد النقوازة لن إلى اللو هنا يملكتو إذا لابد في طلب العلم أن نسير على الطريق الذي سار عليه السلف حتى نصل إلى ما وصلوا إليه ليست كلمة تقال فقط باللسان لابد أن تطبق عمليا سلاذي سلافوش بهدوبات لنب يجد لنا آلات بتشاسيهن تقباراوي لنا رجعت طالب العلم لابد أن يكون صادق اوقات فلاجون تنياليهن يجد لنا لا يكذب مواشاتي اللبتن زاهد دنيا فلاجي مهني اللبتن لأنه لا يمكن أن طالب العلم يوصل عوام يوصل الناس بالزهد وهو لا يزهد هو يفكر في متاع الدنيا مثلا السو سقبقب هنا سواتشين عتسقبقب بولو ممكر ما يهون نقرن يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى الله بسطو الله بسطو أرزق ليفك عكاية جدلا حسن الخلق سرعته بطعام أخلاق ويتستكاكل له الجبال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الأعداء نبياتنا عليه الصلاة والسلام كطلات دارا من بالنو يادرهو هل عاملهم بسوء الخلق مكفو بهنا سنة مقبار تا تمالسوا ويس لا لا دلدل يقول بعض العلماء رحمهم الله ففي الوجه عليم واشبله ولاله لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم يا الله ملاك تنيا بطروسنا مقبر ما هو ولاتشونا ما يمدس اللاتشو بنب تسمامي واقاتشو بيساتاتشو باتك علينا يفاجواتشو نبر هل يمكن أن يكون طالب العلم يسب علم فلاجي تسادى بيوان يلعن تراجع مما دلل يتكلم بالألفاظ السوقية بقريا أين تسوق عندنا قادية قلا جايوان لا هذا مع الأعداء إيه كتلات قرنه فما بالك مع غير الأعداء كتلات ليلاك ودنيا قرن ما من يتايك القرن يلم المسلم من هو مسلم مالت تعزاج يا الله مالت من مالتنا قال عليه الصلاة والسلام المسلم يا الله ملاك تنيا بلوالو مسلم بلو مالت من سلم الناس من لسانه ويده سواج سلام يهون اللتنا وكملا سمك الجوم لأن الخلق هذا لا يقدر عليه أحد لا يقدر عليه كل أحد الخلق الحسن هنا أين تسنى مقبار من لو محذرة سن للشك مونا لهو الطوائج أما السب يقدر عليه كل أحد ما السادر قنه اللو سو السادر عليه تسحد زول سيما قال الله سبحانه وتعالى هيدا واسمي اسمعوا وقل لعبادي يعني إن كنتم حقا عبادا لله
ለባሮቼ ብለህ በላቸው ብሎ ነቢያችን ነገራቸው። ትክክለኛ ባሮች ከሆናችሁ ብለህ በላቸው ተባሉ ነቢያችን። የቁሉ ለቲ ሂየ ሐሰን አው አሕሰን አሕሰን ማ ለደይክ ሀዘ ላቡድ ትኻጥብ ብሂ ገይረክ ፈቁላ ለሁ ቀውለን ለይነን። ናም ለባሮቼ መልካም ንግግር ተናገሩ ብለህ በላቸው። ሄ ሐሰን አው አሕሰን ሐሰን አሕሰን አፋሉ ተፍቲር እና ለባሮት በጣም መልካም የሆነች ቃላት ንግግር እንዲናገሩ ሰርሳቸው አስተምራቸው ተብለው ነቢያችን ታዘዋል። አታኒ ልሐቅ ማዕ ዘሚሌ ሁለተኛ ተጓደኛ ጋር ያለውን ሐቅ ላቡድ አነተዓወን على طلب العلم كغوادنيا تتماري غوادنيا وغارا مردادات قروت يلو. كان السلف الصالح رحمهم الله يتعاونوا في طلب العلم، يتذاكر العلم فيما بينهم. سلفوچ تمرت فلاجيوچ تمرتن سي مامارو بمكاكلاچو يردادو نبره يتغاغزو نبره. المؤمن مرآة اخيه مسلم لا مسلم مؤمن لا مؤمن ما استوطنوا ينصح له ولا يفضح يما كروال أقل طوم. مجالس السلف كانت عامرة بذكر الله يا سلف وتشيك مكتمك عبوتا يتوابك نبرك اللهم بما استوص. لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا غيبة ولا نميمة. فشيخ الإسلام أحمد بن تيمية بوتا سوما ماتم هنا نجر ما سابكم عندم تسمتوا يتوقم. كان الداخل إذا دخل إلى مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتذكر الآخرة. فشيخ الإسلام حلبت سيجبا الله آخر جرا كالله جرا مجنانية النبر ما أنم سوم يستوس. الثالث حق مع كتابه صوستنيا تكتاب جاري اللو حق. أولا لا يمكن أن تطالع وتنظر وتقتني إلا الكتب الموثوقة التي أوصى بها العلماء لتم رباتنا لتاتناو ميقباو علموات شندت كاروت هذا رايالو في الكتاب انجيل يلا كتاب اي قبا. لا يمكن ان تقتني كتب اهل الضلال يا مبتدي كتاب لتم ربات اي قبا. لا يمكن ان تطالع في التوراة في الانجيل بإنجيلنا بتورات بقدمت حيمان وتوش بنبروت لتتكى ما يجبع. لا يمكن أن تطالع الكتب التي فيها الشبهات بزو بجتا يتشكمت متأهف وتشالو كالنزيام وقاسة وسدا يجبع. الكتب التي تذكر ما كان بين الصحابة من القتال والفتنة بصحابة مكاكل يالا خلاف نبرة يعني ميورا مصحف أسفل لا جادلم بين علي ومعاوية للنقر ندزي على ما أسفل لا جادلم. بعض الطلاب يغتر بنفسه عندان بتماري براسو يشودا ويطالع كتب لا يطالعها كبار العلماء تلا لك علي موت شال تتكم ببت نسل يتكم ببت يفرقا. أي كتاب تقتنيه أي كتاب تشتريه مانم كتاب انت لتتكلم بتم تزاو متجزاو. اقل شيء تقرا في الكتاب مقدمه الفهر الكتاب وفارسه الكتاب يا ما جمر على فكره ومجابه يا موجعون مجلجعون كتابون ايو حتى تعرف محتوى الكتاب كتاب يالون هلو مياساي بنا موجعون لانه فيه رسمي بالنقر على موجعون تكتب. المقصود ليس جمع الكتب الكثيرة يتفلقوا أتك على بركاتها كتاب على اللي يتفلقوا لا، المقصود أن تضبط هذه الكتب التي اعتنى بها العلماء علماء السلفات تكرت يسطبت كتاب لي تكرت الإنسان يقدي لنا. نعم، حق مع المكان الذي يدرس فيه
يعني الآن هذه الأماكن التي ندرس فيها لابد أن نجعلها عامرة بذكر الله الله بما استعوذ للناس وبات الجبان المساجد لم تبنى للبيع والشراء مسجد وتشلامك جانا لما شك هذا لم يتجنبه أو الكلام عن السياسة لبولتك ماوري أماري أو الغيبة أو النميمة لسول ما مات نقر لما استعلت لما السابق هذا لم يتجنبه أو البحث في التليفون عن الأرقام عن اليوتيوب عن هذه الأشياء موبايل لما نكاكتنا موبايل قوتو يهونا نقر فيسبوك من عمل لما يتمار يتفلقه لا يمكن أن ندفن فيها موتانا يوم وتسول انتبر بتمار لما يجري يتجنب لا نجعلها أماكن للشرك يا شرك بوتان ما دلن ولا للأغاني ولا للرقص يا زفن بوتان يا دانس بوتان ما دلن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى ايتي ترتب لها يا الله سبحانه وتعالى مذكر يا بوتانات الخامس الحق مع المعلم مع المدرس مع الشيخ أمستنيا كشهدار يا الله ونحاكنا ولنكتات تلمي قبره تتوسط ما تأكلني أبو ثابت عند النبي هو التكمتر. لا تتمسح به. لا بدان بدان تتكات جب من دي تتكات. ولا تركع ولا تسجد له. ما تقف من مالك ما أسفل لا جاد اللم سريع ولا تطمل تدام مثله. وكذلك الطرف الثاني لا يمكن أن تسب العالم. عالم من دم ولا تساد به جب. أو تتكلم فيه. سلا عالم لتناقر ما يجب. ماذا يريد منا العلماء؟ كعلماء من فلقون ومسادهم يريد العلماء منا أن نأخذ العلم تعاليم وتشعلم ما وصل بالتان ومسفلقون نتعلم للنمار نعمل نعمل بالعلم أيوة بالعلم من مال بتعام لتتكم تلقوا صنونا ندعو إلى هذا العلم ودع علم تري للنادر تدعو للعالم لا عالم مدمض على النار قل انسربت تذب عنه تدافع عنه لا عالم دمو لنكلاكلت النار شقر كما تابت لنكلاكلت السادس من الحقوق سدستن يوحك حق مع العلم الذي تعلمت كتمارنا وتمرت دمو يعلبنا هتمارنا بوهالا يعلبنا قديتا أي علم تتعلم لابد أن تحافظ على هذا العلم كنز هذا ثمين علم كتمارنا ولنحفظه ولنشمدده ويقدي لنا لابد أن هذا العلم تراجعه تذاكره يعني علم دمو نقم نقوديا مراجعة عند يتفعلنا للنار يقبل تعمل به لنسرابط تدعو إليه لو ودي علم ما تنتر للنار قبلت هذه المحافظة على العلم علم متطبق أو إهن بتملك تسرعات هنا المشكلة عندنا كنيا زندايا اللي تشكر أن كل ما يأتي عالم يدرسنا الأصول الثلاثة هذا خطأ في التعليم ما تشكر أن يالي يالبنا ما أنني أو معلم سمعتها أصول الثلاثة أستمر مثلا أصول الثلاثة لمس عليها الآن إذا درسنا الأصول الثلاثة مرة واحدة هذه تكفي أصول الثلاثة عند قية كتمارنات بقى نبرة قل علمه الله يمتى أصول الثلاثة علمه الله يمتى أصول الثلاثة إذا جاء عالم آخر ولا تنو عالم دم وسمتا يريد يدرسنا أصول الثلاثة نقول لا اختبرنا في الأصول الثلاثة نجحنا نتقدم وإلا نرجع نعيد الأصول الثلاثة ሁለተኛ አስተማሪ ሲመጣ ኡሱሉ 30 ሲጀምር ኡሱሉ 30 ባሁን ቀደም የመጣው ሼህ አስተምሮና ያንን ነገር ፈትነና ያን ፈትነን ምናልፍ ከሆነ ወደ ለያልና ሳለ ነበር ማለት የሚገባው ممكن ياتي عالم يراجع معنا الاصول الثلاثه كتاب التوحيد نعم ሁለተኛ عالم مراجع ليرجلني ይችላል أما كل عالم يأتي يعيد علينا الأصول الثلاثة هذا خطأ في التعليم ما لنهم عالم يمت أصول الثلاثة نجمت أصول الثلاثة هي تمت فقدي أهل اللمستاتنا الآن عهو هذا الأخ مثلا إيه هو أنت لمستاليها له 20 سنة
20 عامت لسو 20 عامت مدتها. لو قالوا له نريد أن ترجع إلى الصف الأول ابتدائي تدرس سنة كاملة مع الأولاد الصغار ألف باتا تمرتبيت لنا عندنا تمرتبيت أستمر ألف باتا يميلون بندلو هام التمرو يقبل يقبل لا يقبل يقبل من أما في العلم نقبل بعلم قد دايقن يقبل لأن لا نضبط العلم لا نراجع العلم علم يقن ومراجع دروس لما يدرس إذن هذه حقوق ستة لابد أن يؤديها الطالب هنا قطرنا توكان دسكس دست هون بتجيك النور كده لنتبقى توي قد دلالي